وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة للطاقة الجديدة والمستدامة فضلا عن التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة للطاقة الجديدة والمستدامة. فضلا عن التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية. وقد تم في هذا الإطار عرض مستجدات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة التي تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والشراكة مع الخبرة الأجنبية. وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة. التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035 وذلك لحسن استغلال موارد وإمكانات مصر من الطاقة المتجددة وفيما يتعلق باستغلال طاقة الرياح تم استعراض جهود زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الإنتاجية العالية وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح في المناطق التي تمتاز بسرعة الرياح العالية على مستوى الجمهورية. كما تم استعراض تطورات التعاون مع الخبرات الدولية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبالاشتراك بين وزارتي الكهرباء والبترول. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزياده مقدار الطاقه المتجدده وتعظيم قيمتها وذلك لتنويع مصادر امدادات الطاقه لعمليه التنميه بما في ذلك اضافه مكون الهيدروجين الاخضر للمنظومه المتكامله للطاقه لمواكبه التطور العالمي بشان تغير المناخ والاتجاه نحو الاقتصاد الاخضر وذلك بالشراكه مع القطاع الخاص واعرق الخبرات العالميه في هذا المجال في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الاخضر باعتباره يمثل مصدرا واعدا للطاقه مع العمل على توطين صناعه اجهزه التحليل الكهربائي التي تعتبر عماد هذه الصناعه الاجتماع شهد ايضا عرض الموقف التنفيذي بشان تامين التغذيه الكهربائيه للمشروعات القوميه التنمويه خاصه استصلاح الاراضي وبخاصه في سيناء وجنوب الوادي والدلتا الجديده خاصة ما يتعلق بالأعمال الكهربائية بمحطات رفع المياه التي تستخدم في الزراعة واستصلاح الأراضي. وقد وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الزراعية، وذلك في ضوء ما تمثله إمدادات الطاقة من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية على مستوى الجمهورية. كما اطلع السيد الرئيس كذلك على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار. خاصة المملكة العربية السعودية وكل من اليونان وقبرص.